اهلا بكم مع محمد بن حمود. هذه السيارات 050-516-3525. اليوم قربوا شويه كده، شايفين التفاصيل اللي على المفتاح ده؟ مفتاح سيارتنا السوبر تشارجد السيلفرادو ال تي، كابينه واحده، نسخه واحده فقط في الخليج كله، هي دي. ورينا كده يا مؤمن تفاصيل تناسق الالوان، اللون الازرق، الخط الازرق، سياره سوبر تشارجد ويبل 3.0. حتى الشورت انتنا موجود عندنا هنا اهو، السياره Z71. انزل معايا كده نشوف الرنجات. 305 على 35 على 24 الاكسان يعني. حتى البريك باد لونهم ازرق، الكاليبرز خلينا نقول، مع الخط الازرق. السياره اسمها سراب اس تي، يعني سياره فيها تنزيله، الخط الازرق، سوبر تشارج، البادي كيت، التسكيره بتاعه الحوض، سبويلر. شوف التفاصيل، يا سلام. الخط الازرق حتى نازل هنا بخط رفيع، والاس تي هنا شكلها جميل جدا. سراب اس تي سوبر تشارج، تمام. عندك كاميرتين خلفيتين، ريد لاينر، تذكره الحوض، فايبر طبعا، والمفاجاه من الداخل. تعالوا نشوف من الداخل، خلينا نشوف لكم دي الاول. هي دي المفاجاه، لون الجلد بالخط الازرق اللي احنا شايفينه، ونوع الجلد على الديزاين تبع الستيرنج. خلينا اشغلها لكم عشان تشوفوا شكلها عامل ازاي. اوكي، زي ما انتم شايفين هنا الار بي ام بيطلع هنا، ده الديجيتال ار بي ام، ده السرعه بتاعتك. كل ده موجود على الستيرنج. الستيرنج حتى هو دي شيب، هو سبورتي جدا طبعا زي ما انتم عارفين. ابل كار بلاي، اندرويد اوتو، واي فاي، بلوتوث، تشغيل عن بعد، فول 4x4، مش هيستخدم كتير عشان السياره عليها لورنج كيت، السياره متنزله. حتى الخط الازرق هنا، المقابض من البيانو بلاك، الجلد الابيض مع الخط الازرق. تفاصيل كتير قوي في السياره دي، يستحسن تيجوا تشوفوها. يلا بينا. ايه رايكم؟ نازل منها ثلاث الوان، او هم ثلاث سيارات فعليا، بس البيضة دي واحده فقط في الخليج كله، والاثنين التانيين لونهم اسود. اتصلوا على مهند 050-516-3525 من بن حمودة للسيارات، واهلا بكم. باي باي.